اهلا وسهلا، كيف توما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كتعاودوا؟ صباح الخير الا كنتو كتشوفوا الفيديو في الصباح، او مساء الخير الا كنتو كتشوفوا الفيديو في العشيه. عندكم شي حراره؟ عندكم شي برد؟ عندكم شي شتاء؟ حنا على العافيه. الحراره اليوم تبارك الله، عرفتوا الدوابان. فاليوم ان شاء الله ماشي نبحر، اليوم نهار زراعه امين دي شحال، وانا كنتنا عندنا اللي يمشيو فين البحر. الصيف علينا تسالى وانا باقي ما صطمتش في البحر اخوتي. فاليوم غادي نمشيو للبحر، وجيت الغداء وداكشي اللي غادي نديو معانا شي حاجه خفيفه هيدا وصافي وصافي. دابا شويه غادي نمشيو. قبل ما نخرجوا بغيت غير نشارك معاكم هاد كريمه الشمس هادي. دائما كتقسيونيش من كريمه الشمس كنستعمل، انا كنستعمل هادي ديال نوفيج، ودابا بغيت نشارك معاكم حيتاش فيها واحد التخفيض خيالي يا بنات. هي في الاصل كتمن 35 اورو، ودابا عاملينها ب 16 اورو 99، يعني الثمن مزيون بزاف. هادي البنات كتعملوها مره واحده ملي كتخرجوا، ما كتحتاجوش تعاودوها كل 3 ساعات. كتحمي الوجه مزيان من الشمس، وكترطب فيها 50 اس بي اف ديال الحمايه، زعما عامل الحمايه 50، وعاد كترطب البشره، كتعطيكم ترطيب خطير. يعني تقدروا تعملوا غير بوحدها في الصباح بلا ما تعملوا كريم مرطب ديال الصباح. طبعا الا بغيتوا تعملوه كتعملوه، ولكن واعره واعره. هي اللي كنستعمل هذه انا عام وزياده البنات، فشي حاجه طوب. غادي نخلي لكم نمره التليفون هنايا باش اللي بغات تطلبها الارسال في وسط اسبانيا واوروبا كامله، واللي بغات تبيدي نيشان من موقع بحقي في وسط اسبانيا، الموقع كيصيفط غير في وسط اسبانيا. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، غنخلي لكم واحد الرابط فيه الميزات اللي كاينين علين كاملين، فيه تخفيضات زعما اللي كاينين في هذا الكتالوج هذا، زائد الناس اللي ما كتعرفش تشري من موقع ماشي مشكله، تهضروا معايا في نمره الواتساب اللي غنخلي لكم، وانا غنصيفط لكم حاجه توصلكم حتى للدار، ونوريكم طريقه الخلاص وكل شيء. يعني كل شيء ساهل ماهل، ما كاينش حاجه صعيبه معايا يسرى. شنو اخر بغيت نشارك معاكم؟ الكحول. ديما كتسقسيوني باش من كحول كنكحل بهذا ديال دوانا البنات، وحتى هو في التخفيض دابا. غادي نخلي لكم حتى هو في الرابط اللي غادي يكون في صندوق الوصف في التعليق الاولاني، اولا تقدروا تطلبوا من الواتساب. حاجه اخرى اللي غنشارك معكم دغيا دغيا خفافي، غير الحاجات اللي انا كنستعملو واللي الثمن ديالو مزيون بزاف. نقول لكم دابا بالزربه باش نخرجوا. يلا هاد بارفان هادي ديال جيوردان يا بنات، وحده من المفضلات عندي، الريحه ديالها كتحمق. هادي يا بنات الثمن ديالها الاصلي 37 اورو، ودابا عاملينها ب 15.99، يعني تخيلوا بقل من النص، منقصين فيها 55%. الثمن ديالها واعر واعر بزاف، ولكن غادي يكون تخفيض غير من 30 في شهر 7 حتى 5 في شهر 8، غير سيمانه غادي يكون تخفيض سيمانه. انا قلت لكم التاريخ، غير غادي يجوز هذا التاريخ صافي غترجع الثمن ديالها الاصلي. فاستغلوا الفرصه بنات، حتى بارفان ديال عنبر حتى هي فيها التخفيض، كاين بزاف ديال التخفيضات. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف كيف ما قلت لكم، غنخلي لكم الرابط ديال التليجرام ديالي، اللي الناس اللي عندهم تليجرام تقدروا تدخلوا تما، وغادي تجبروا التخفيضات ديال بزاف الحاجات واعرين. ولا من اللينك ديال الموقع اللي تقدروا تطلبوا منه نيشان، اولا في الواتساب. وصافي دابا الا نوريكم شنو وجدت، غير دغيا دغيا باش نمشيو للبحر يا بينا. المهم بنات، وجدت هنايا هذا الغداء ديالنا اللي غادي نديو معانا، تورتيه. جون امينه يسرق لي تورتيه. المهم التورتيه هنايا عندي ملويه بالمنيوم باش تبقى سخونه، وهنايا خبيزه الزرع هادي ديال الساندويش. يلا اليوم ما كاين بوريجي، ما غادي نعملو الفري التورتيه بالساندويش بالخبز، شويه ديال الكايطه سنجونين وصافي. حتى هادو ما كناكلهمش، فيهم 42 كالوري على الوحده، حفظ الله. شوفوا ها نتوما 43 اونيدات، وحده فيها 43 كالوري، حافظ الله. ما ناكلاش 43 كالوري، ناكل فيها هاد الكايطه هادي دي خستيوا جوج يمكن. شوف الكاد شوف شحال فيها الكالوري، فيها على الوحده استنى 100 غرام فيها 461 كالوري، هي كل وحده فيها 16 غرام، ما عرفتش شحال الوحده فيها، على 27 غرام 125 كالوري. المهم نص هادشي، المهم هاديك هادي شباعيه اكثر من هادي، دي فيها شتيتو، وهادي الزرع يعني صحيه اكثر. المهم هيا بينا نتلاقاو في البحر. طابير هذا وجدت فيه شويه ديال الفروطه، غير شويه هيدا جوني التلوجين كنعملها لها في هادي، في هادي نعمل لها شويه ديال الخوخ وصافي. رجعت لكم صافي، ماشي من البحر. عرفتوا على حراره العافيه العافيه هاد النهار، والله الا الصهد بزاف بزاف، الهواء واقف شويه كاين فخ الريح بحال الشرقي، الشجر كيبقاو يتحركوا، الهواء سخون وشويه كيوقف مره دابا بحال دابا الهواء واقف كيتحرك والو. ايوا صافي هيا بينا نمشيو نبردو شويه، على الله يكون البحر ديما مزيان ماشي هايج بنات. فين عرفتوا؟ وصلنا للبحر، نوريكم البحر. شفتوا الرايه الصفراء اللي راه فايناتي؟ شوفوا الريح، الرياح الشرقي، الريح عرفتوا على الريح؟ هو امين في الدار قال لي شرقي الريح، غادي يكون الريح ما نقدروش نباسكو والو، الحراره بزاف. انا اليوم ما قدرتش نمشي للبحر، هادي شحال وانا كنتسنى هاد العام، باقي عمري ما مشيت للبحر، خصني نمشي للبحر ما عرفتش. قال لي واخا زيد
ودابا كتافو الرجل المغربي ملي كيبدا ينكر كامل انا ما كنقلش الرجل المغربي كامل فيه نفس الصنعه نفس الطبيعه وكيف كيف ما كان ما كنقلش ملي كيبداو ينكرو الجاله ما سكتو دابا في الدار قال مي جان هنايا واش بغا فعلا الريح ما نقدروش نوقف باراسول انا بقول عرفتو فعلا الريح واخا يكون الريح غادي نعملو باراسول يوقف واخا حان غير لالو جايين بعدا تغطاو وحنايا ماشي مشكل انا عندي الشاشيه وما بضربش ونجلسو نعوم ونجلس في الرمل توحشت البحر من عام اللي فات ما شفت البحر دابا ميجينا الريح بزاف ما كاينش شي فيني ما يوقفش الباراسول دابا قبيله تي هو كيهلل قبيله يسرى لهنا حتى هما الامي في 40 غراد المهم دابا تضرب لي كلشي في الزيرو اخوتي وانا موجوده الغدا وموجوده كلشي البارح جماعه الصك قوت الفرحه ما شان بحال اليوم حيت كنخدم خدام ما عنديش فوقاش النهار الوحيد اللي ما خدامش فيه هو بالنهار باش نجي نبحر انا ونقيم مع راسي ما علينا دابا نشوف شنو كاين واش غنمشيو شنو دابا نعملو نمشي لبلايص صغيره اللي نشوف شنو كاين كاين واحد البلايص صغيره اللي نشوف شنو كاين بالجبال ديتي دوا ديما كنجبروها عامره بحق دابا اليوم الاثنين ماشي الحد ماشي السبت فان شاء الله تكون خاويه غنمشيو تما الا كانت الدنيا مزيانه غادي نجلسو ما كانش غادي نرجعو للدار ندخلو للبيسينه نعوم شويه انا والعواب القلوة ما خصوش يعوم صافي ندخل للبيسينه نبرد يا ربي جبر بحال خصني بحال ما خصني بيسينه إذا جبرنا بحر تبارك الله إذا كانت عاود الروينه ما نقدرش نشوف بروبر شتي كما كانت شي لوجين صغيره مثلا والله تنجلس واخا الريحه انا هايده ما عنديش مشكل انا مشي شويه في راسي عندخل نعوم عندخل نعوم ونخرج نجري شي ونرجع بحالي زايد على الايام العاديه واخا زايده ولكن ما عنديش كيفاش نعمل العباو صغارين انبوسيبل مستحيل نقدر نجلسو ديك العافيه اللي تما وديك الشراقي ديك الريح اما انا من طنجه مسانسه الشراقي حنايا عندنا الشرقي شي حاجه ما خلقناش حنا كنشوفوها ايوا صافي دابا نمشي نشوف البحر ما كانش انا قلت لكم مع المهم انا عمان عمان ضمن لما كانش عندي في البيسينه نضرب واحد جوج صابطوس نبرد شويه ونطلع بحالي من الدار شي اللي كاين دا واجد الطرطيه واجده شي نقدر نتغدى يا ربي يا ربي نجبرو البحر يا ربي شي جو دابا من بعد نجبرو شي تما يا ربي جبرو الجو مزيون ديك بلايطه سيتوا مضرقه بالجبال نقدرو نجلسو فيها هيا بينا جينا لهاد البلايه ما كاينش باركي بلايه كتبان خاويه من فوقي وهاد الطنوبرات اللي واقفين هنايا كاملين عارفين ما دلت كاين شي فين باركيو قلت انا واقيلا الريح ايوا يا خوتي الطوبي ديالي معاك الله يرحمه ويطلع الله يكثر خيرك امين جابنا طن هاد البحر هذا ما جبرنا شي باركي كاين شي فين توقف حيت يا واحد بحال واحد بسيط واحد الدويره هيدا فيها مغطيه بالجبال من ثلاثه جهات الجبال من هنا ومن هنا ومن هنا موطا غير صغير كيكون فيه واحد الموطا باركي تبارك الله مطرطق ما كاينش فين توقف شوفوا نوريكم عرفتوا شحال تبان لكم المهم غادي نشوفكم هنايا ما كتبانش المهم صافي غنرجعو دابا للبيسينا ورحمة في الله نعومو شويه ونطلعو بحالنا هما فين هما فهاد البلايا هاديهم الناس هادو كاملين جاو تاني هنايا بلاي مزيان صرا بلاي خاوية ماشي عامرة بزاف كاين بزاف طنوبات جا كيوصلو تاني فوق ديك الحجرة ما نعرف صافي راجعين صراحة كنطلع ما دابا نقلت لنا سيمانة باش نمشي للبحر وليدي لا انا شنو راه يكون خدام احياني غدا جيب البلاي غدا الله يصبح الجو مزيان غدا ثاني نمشي نشوف البلاي عاد تجي ما علينا جنيد مع الصف غد الصطاية كيقول البلاي طاية فين صب فيها جنيد؟ والو ما بلاي نمشيو لبيسينة واخا غنمشيو الحمد لله اللي كاينه ديك بيسينا بعدا ندير لها جونيت كان غيكون زعما النهار بحال يلا اللهم بيسينا ولا والو ها حنا خوتي جينا بيسينا والرحمه في الله جونيت شي يدوش باش يدخل يعوم صافي انا غنبدل اللوجين غنلبس لابانيال ديال العوم ها هو كنوريه لكم وصافي مدخله حتى هي طبال برشتيتو بغيت نلبسو له حتى هذا ما كيرفد والو ها هما كيكونوا خاصين ديال العوم وصافي هيا بينا مشيت عمت وبردت يا البنات كانت واحد الحراره هي بقى الحراره حق بردنا تالو جايين مسكينه عامت وبردت مع راسها شويه خويا شويه اش كاين مع امير كاين مشى لهنا ياك كيفاش بدا فاين شوفوا لو جاي مسكينه مريشه كنتي طالعه نوش لا طلع الشعر مسكين فزوار الدار بقاو في الطونوبيل فين يجيبو امين وما نظر الشوف ديالي عاد نطلعو للدار ان شاء الله يا ربي وصافي قال لكم شي فين مشاك الله كنا ناويين بحال مشينا تا بحال رجعنا نشوفو شاندي جوني فوضاوي ها هو
عم صداع جنيد دوش له في بيسينا وتهنيت جنيد تاكل نو سي شنو خصني تاكل قول خصني ناكل ماشي خصني تاكل شنو خصك تاكل خصك تاكل ايوا الغدا اللي وجدنا ديناه معانا ها هو اخوتي رجعناه ناكلوه دابا في الدار شوف عندي الموس ملوي هنايا خرج الزرعه وداك الشيء دابا ندوشو نتغداو هنايا والرحمه في الله زيونات رجعت لكم مهم بما انني اليوم كان خصني نمشي للبحر وما مشيتش للبحر وامين قال لي في الفيديو سمعته غدا نديكنا البحر ومي وصلنا للدار تقلب له الفهم ندم فقال لي غدا ما نقدرش نمشي للبحر ما غاديش نقدر غدا نمشي للبحر فغيعوضني دابا غيخرجني نتعشى برا اليوم النهار دو فري ديالنا زعما نعم جنيد ميرا لا لونا شفتها ماما برافو قلت لك قلت لكم قال يا رتني اليوم نتعشى برا اليوم النهار دو فري ديالنا نورمال في الناس اللي كيعملوا الريجيم القانون يكون عندك واحد الوجبه فري يا اما الفطور يا اما الغداء حنا كنعملوا النهار دو فري نهار كامل تغدينا التورتيه ماشي شي حاجه صراحه فيها شي بزاف كالوري تغدينا التورتيه وغادي نتعشاو برا نشوف شنو عايشين امين وانا خصني ناكل لاكلاص ما عرفتش واش نتعشى ولا ناكل لاكلاص ايوا صافي بنات خليكم معنا حنا غادي نمشيو غنمشيو اليوم لبورتو فانوس نمشيو نتسارو في هاد العام باقي ما وصلتش تما نتمشاو شويه نتسارو شويه المهم داك اللي تحسن لا بقيتش كنبالكم مزيان هادا يلا نشعل الضو باش نسالي فيديو امين عايشو الضو ما كيعجبوش يسوق والضو شاعل علاه هاي كنتمنى مع بالسلامة نحكي لك يلا صافي يلا باش نبارطو خليكم معايا وصلنا لبورتو فانوس غادي ندورو شوية في هاد واحد المعرض هنايا عملوا فيه واحد الدويره عاد نمشيو ناكلو ان شاء الله يا ربي عاد نتمشاو نتسراو باش نهضمو زعما راه باقي بكري انا كلو بكري حنايا زعما 10 د الليل لا ما حال كلو انا نصت انا واقيلا كوكتيل ماشي انا نصت سي هاد المره عملوا مندوله في الاورانج اه نعم جوني كيكونوا باللوينات كيكونوا احسن الصراحه ها جنيد ركب وليش عنده ركب في الطنوبرات مينيما وصل فيها كاملين بيوم تا ميكي وديك شي شوفوا تعقلونا اللي كنا مشينا مفوين خير ولا واحد تما كانت واحد ميني فيريا بحال هذه ميني فيريا في بورتو فانوس فكان خصك تبقى تشري هاد الكارت هادي وكتعمرها وكتبقى تركب فيما فيما بقيتي حنا كانت باقي عندنا عامره وديما كنقول فوقاش غنمشيو مفوين خير ولا باش نخوي ديك الكارت قبل ما يدور عليها العام وصدق بيجي لنا هنايا نشوف الصدفه سبحان الله ما خلصوتها فرانك اليوم فهاد الفيريا الحمد لله باقي فيها بزاف ديال الركبات شي 4 ديال الركبات ولا ما نعرف على حسب كل حاجه بشحال مثلا هنايا كل ركبه 3 اورو 4 اورو باقي فيها 12 اورو كانت 3 اورو ديال الركبات تقريبا هي 4 اورو وهذه بورتو فانوس كان هنايا زايد اه المهم هذه باقي فيها 12 اورو فغادي يركب في اللي 3 ديال الركبات عندك هذه الله يخليك لا جات شي بركه بلا ما نخلصوا اليوم بنيته كيلعب زعما مع با ما كايمشي يجيب كيموت من الضحك يلا غلبة جوند مسكين ما كيقدرش حتى يدفع اجي يلا ضرب ضرب باش تغلب مامو يسرى مامو جوند اتيا كاسي جوند ماركا اي اورا اتاكا لو اتاكا يسرى اتاكا يسرى موي فورتي اما كتعفوش يا يلا سلات سلات ثلاث ساعاتكم اه ايوا الحبايب جيت زعما باش نتعشى برا ونمشي نتمشى على بويرتو وديك الشيء صدق دخلنا هنايا ولصقنا جوني صغير يلعب جينا وحنايا جالسين في هاد الميني فيريا وجالس خصو يلعب في هادي خصو يلعب في هادي خصو يلعب في هادي دابا كاينه قصر ديك هاديك ايوا صافي فوقاش غيسالي باش نمشيو نتعشاو باش نمشيو نتمشاو على 12 ديال الليل واقيلا واه 11 وربعة جينا حنا هنايا ساعد مكانة ساعد مكانة وحنايا في الألعاب ديال جوني ما بقاش ندخل هنايا مرة أخرى سالينا شوف متع في الألعاب نقلب الطريق وأخيرا قدرنا نخرجوا من ديك الفيريا شي ستيتوا ساعة وزيادة وحنايا في عليه ساعة ونص لو ماشي مغنزر ومعصب جوني
دابا هذا المطاع في بورتو بانوس فيه ماشي غير هاد الجهه، حتى الجهه اخرى اللي ليه فيه ماركات العالميه، انا ماشي كاملين ولكن كاين بزاف. واخيرا وصلنا لهذا المطعم اللي غادي ناكلو فيه، باستا فاكتوري اسمه، عندهم واحد البيتزا واعره، هو مطعم طالياني، عندهم بيتزا كاس حمر. شوفوا في جلسنا فوقي في التراسه، جونيت كي تعلقت يلا قول السلام، قول السلام. ما كتبان غير لك كابيسانو، هاد العيط كنهضرو معاه غير بالعربيه في الدار، وكيدار معنا اسبانيو ولا ما عرفتش الحل اللي غادي نعمل معاه. مشى للمدرسه هو ما كانش كيهضر مزيان، مشى للمدرسه تعلم يهضر اسبانيولا، ودابا في الدار كنهضرو غير العربيه وهو كيجاوب معايا اسبانيولا. المهم قلت لكم شوفوا كطال الدراسه غنوريكم بلادي. شوفوا هنايا كاينه فيرزاتشي، ورا فيناتي كاينه ايرميس، ماش كتبان لكمش هاي. وهنايا كاينه ديور، شوف سكان والحوايج واللعيبات وداكشي. وجنيد هو كيت لا 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 بني عندك طيح، هاد الشارع كامل ماشي هيدا تيانداس. بيتزا جات يا سلام، امين وجنيد كيلتهمو. انا عاد غادي نبدا، امين شرا لي ورده في الاخر صراحه غير لصقها لواحد الراجل كيبيعها. ايوا عز عليه وشرا من عنده ونطيت لجنيد. المهم صحتك جنيد الورده اللي شرا لي بابك. شوفوا جنيد ماشي فرحان بالورده ديالي. واو شوفوا ديك جاتي شحال كيحمق. هذا المطعم مفضل عندي في بورتو بانوس هو هذا المطعم هذا. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna. خدروا لي عويناتكم انتم، شوف كيفاش عامل. واو المهم انا غنشري وحده في هادو، نتوما اختاروا معايا واش هاد الاورانج ولا هذيك راه هي، نوريها لكم بلاتي الناس هنايا، ولا هذيك الكريلي اللي هان. صبروا صبروا شوفوا شوفوا معايا هادي، ولا هذيك اختاروا لي وقولوا لي اللي اختارتوها نتوما غنشريها. كلشي شاد وسال، صافي ماشيين بحالنا، شفتوا كلشي شاد. كان شحال هذيك هكي تبقى هيدا الساعه مفتوحه حتى ما بغاو. دابا حنا ما عملناش شي الحجره ولا شي حاجه زعما حنا ندخلوا بالسوايع، لا تقدر تبقى 24 ساعه بالزنقه ما كاينش مشكل، ولكن كلشي كيشوت في 12 دالليل، ريستورانت قهاوي الحوانات كلشي. الحوانات ما كيوصلوش 12 دالليل، شحال هادي كانوا الحوانات كيبقاو حتى 12 دالليل ديال الحوايج، دابا لا. ايوا شحال تما الله يفرجها بقى كلشي مفتوح، الناس كتخدم الناس كتسارى. المهم فوشت اليوم صراحه شحال ما خرجت بالليل هيدا، شحال ما وصلت من هنايا بورتو بانوس من الزمن. دنيا خوات شحال هيدا كان كيكون كل عام دنيا كتغلي، دابا دابا الوحده د الليل كتكون هنايا الدنيا مطرطقه بعباد الله، قبيله كانت الدنيا عامره ليها. رجعنا نطلو وحده ونص د الليل، عاد رجعنا نطر اللي جاي مسكينه ناعسه. جونيت قال خصو يشرب الحليب عادي ناس، عطيتو الحليب. الله يصبحكم على خير، تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلامه.